قرية السرافي تعتبر قرية نائية، ما توصلهاش أي خدمات سوى مستشفيات أو طريق أو مدرسة أو أي شيء، كل شيء بعيد عليها نائية، حيث أنها تعتبر لنا الماشية هي المصدر الأساسي والرزق الوحيد للدخل لنا، حيث أن المستوى المعيشة غالي ومعانا إلا الماشية. الماشية هذا إذا إحنا ما نوقفش عليها وننتبه لها ويكون حق يكون لنا الرزق داخلنا قليل من قبل ما نعرفش أي شيء على الماشية، إلا نتعب ونقعقع وما نحصلش منها مردود، لا شاق ما نحصلش مردود، لا رقم القعقعة رقم التعب، ما فيش عندنا واعي ماشي عندنا أي حاجة. وذي هي ضعيفة بتموت علينا، وذي هي قوية بتعيش معانا، رقم قعقعتنا وكدرنا كل كان يصير نصبح معانا إلا 40% 30% من الجهد اللي كنا نبذله كله بالماشية، لأنه ماشي تعليم ماشي واعي ماشي تحضر، ما فيش أي حاجة من الجهد اللي كنا نبذله كله بالماشية، لأنه ماشي تعليم ماشي واعي ماشي تحضر، ما فيش أي حاجة، ما معانا إلا الحيد والوادي والروح. رحنا وياهم بهذه الطريقة لنا عدة سنوات، والمعيشة السكن بهذه القرية هي هذا العيشة، المتقعقعين المتضررين المتدهورة جور متدهورة بالأقصى درجة. بعد الترخي الحمد لله شفنا المعيشة الحيوان تحسنت 100% من حيث الماشية أنها بنيتها تمام، وأولادهن خلال هذه الفترة أنجبين أولاد تمام ورضاعة تمام، لأن الحلب كافي ونستفيد وتكاثر وتسمين. خلال 4 شهور ما كناش نستطيع أن احنا نبيع عولين أو طالي من أطلاقهم خلال 4 شهور، ما نبيع إلا خلال سنة، لكن الآن الحمد لله بعد التدخل والأعلاف والعلاجات والتوعية اللي هي اهتموا بالتوعية احنا حصلناها 100%، حصلنا المردود 100% معانا كله بامتياز، من ناحية الدر ومن ناحية التكاثر من ناحية التسمين من ناحية البيع. كنا في السابق ما نبيعش العالي بين 4 شهور ما نقدرش نبيعه، لكن الآن بين 4 شهور نبيعه خير كبير وخير والحمد لله. في السابق كنا نستخدم الأعلاف للطرح في الزريبة، لكن الآن نستخدمه في المقطع نقطعه نوضع عليه الملاس، ومعانا ميزان نوزنهن. كنا من سابق نبيع من دون نعرف كم وزنه كم قيمته، لكن الآن نوزنه كم عمره 10 كيلو 15 كيلو 20 كيلو، الحمد لله الآن نعرف كم وزنه، واللي هو هزيل نعتني به أكثر وأكثر. نشكر البرنامج السعودي على هذا الدعم السخي واللفتة الحميدة الذي التفت إلينا.